عودة لمتابعة لقائنا. معنا أكيد الأستاذ فادي أبي علام، رئيس حزب الخضر اللبناني ومؤسس حركة السلام الدائم. أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي. شكرا لكم ولاستضافتكم. أهلا وسهلا. طبعا البداية بتصور من أهم موضوع هلا يلي هو كنا متوقعين الهدنة، توجه رئيس الحكومة للأمم المتحدة، وكنا متوقعين نسمع خبر حلو أنه في هدنة، في وقف لإطلاق النار، في وقف للاستهدافات يلي عم بتصير، إلا أنه صدمنا بالنتيجة. امبارح واليوم كان القصف يعني عشوائي، وكان عم بيستهدف كمان مدنيين وأماكن سكنية، وبعدها عم ترتفع وتيرة التصعيد للأسف. يعني بدي روح معك على هيدا المطرح يلي عن جد هيك شكل نوع من صدمة، طالما أنه أنت كمان مؤسس حركة السلام الدائم، قديه هالسلام المفقود وقديه شغلنا لموضوع السلام، إلا أنه دايما عم نتواجه بآلة آلة حادة إسرائيلية عم تضرب السلام بكل العالم. بحب بداية أني أتمنى الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا، وبالتأكيد العودة السريعة لكل الوافدين النازحين اللبنانيين يلي عم ينتقلوا من بيتهم إلى بيتهم الآخر بهالبلد. بالتأكيد نحن كنا بنتمنى أنه يصير وقف إطلاق نار، كنا بنتمنى ما تصير الحرب بالأساس، ووقف إطلاق النار والأعمال العدائية هي تمني كل إنسان. ما حدا بيتمنى الحرب، ولا أصلاً هالحرب بديت من أجل الحرب. كانت يمكن الموقف اللبناني بغض النظر الموقف المقاومين والحزب الله، كان يمكن ماني أنا بمحط أني دافع عن أي عمل عسكري أينما وجد وأينما كان، إنما كان بهدف الضغط لوقف إطلاق النار بغزة. وما حدا بيقبل، ولا عقل إنساني أو شعور حس إنساني بيقبل يلي صار بغزة، ما يزيد عن 100,000 ضحية ودمار شامل ومجازر فظيعة. نعم. حصلت بهالمكان يلي هو قريب منا، والفلسطيني قضيته هي قضيتنا، واللجوء الفلسطيني موجود بلبنان من سنوات، وهالقضية هي قضية فلسطينية لبنانية عربية إنسانية حقوقية عالمية. للأسف هلأ ما صار وقف إطلاق نار. الرئيس مئاتي يمكن طلع على الأمم المتحدة إنما طلعوا لفوق لأنه في مناسبة. نعم. يمكن ما كان حيطلع، يمكن بعد ما صار يلي حصل بلبنان قرر إنه يطلع، علّه زيارته بتعطيه فرصة لمحادثات مع أطراف مؤثرة على الوضع الداخلي للوصول إلى وقف إطلاق نار. نحن اليوم بيوم سلام عالمي، هيدا النهار هو تاريخ افتتاح الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة يلي بتحصل عادة بتالت تلاتة من شهر أيلول كل سنة، وبروحوا عليها كل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، بيتمثلوا بهالمنبر الدولي وبيحكوا شو عندهم قضايا، وبيلتقوا مع بعض حول قضايا الملحة والأساسية. من هون كان يمكن سفر الرئيس مئاتي، علّه بيلتقي هالمرجعيات المؤثرة على الوضع، وصار يمكن نوع من أنواع التفاوض. إنما التفاوض مش مع الرئيس مئاتي مفترض يكون، لأنه مش الدولة اللبنانية هي أعلنت حرب على الإطلاق. الدولة اللبنانية هي بمحط دفاع عن حالها، وعمل مقاوم قام بالعمليات العسكرية. يعني كأنه هالأجواء بتوحي ما صار عنا هدنة، بس بنفس الوقت مبين من خلال المحادثات اللي حصلت أنه ما رح يكون هنالك اجتياح تقليدي للبنان. عم نشوف نوع آخر من اجتياح الهدنة، بدها تيجي نتأمل تكون قريبة وسريعة، ونتأمل في حال إشي تتحول إلى سلام دائم، وبأكيد مش السلام استقرار رح يكون، لأنه السلام له شروطه بالتأكيد. في ثلاث شروط ركز عليها نتنياهو لتحقيق إذا بدك وقف إطلاق النار، يلي هن يبتعدوا 7 كيلومتر الحزب عن الحدود، وإنه يفصلوا غزة، يعني حرب المساندة لغزة غزة عن لبنان، وكمان يعترفوا كمان بدولة إسرائيل. قد ايه هودي ثلاث شروط هن منن فزابل، يعني ما بيصيروا وما بيوافق عليهم الحزب؟ شوفي، في بعض الشروط هي ذاتها تنفيذ ل 1701، وقت نحكي نحن ابعاد عن يمكن الحدود الى الليطاني والى اخره، اللي هي منطقه انتشار القوات الدوليه،
ومسألة غزة هي كانت عملية ضغط من لبنان لا يعني يصير وقف إطلاق نار بغزة، وبالتالي وقف إطلاق النار بغزة واحد من شروط إنه عودة الأسرى، إنما اليوم صارت العملية متبادلة. اليوم نحن عم نضغط على موضوع غزة وغزة بتضغط كمان علينا، لأنه صار يمكن وحدة من الشروط لحتى نحن نوقف الحرب على لبنان نفك الارتباط ما بين لبنان وغزة، عملية متداخلة مع بعض البعض. إنما المؤسف أنه نحن الهدف النهائي تبعونا عم بيكون وقف إطلاق نار بدل ما يكون سلام حقيقي. اليوم نحن من حرب إلى حرب، من وقف إطلاق نار لا وقف إطلاق نار آخر، هيدا مش حياة طبيعية عند الشعوب. يعني من 75 عام لحد اليوم عم ننتقل من حرب إلى أخرى، كيف الدول والشعوب ممكن أنها تعمل تطور تنموي، تعمل تقدم، تعمل استقرار مجتمعاتها وطمأنينة؟ في حال صار في تم تنفيذ هيدي الشروط وهلأ صار في وقف إطلاق نار، مين بيضمن أنه بعد كم سنة ما نرجع لنفس السيناريو اللي كل فترة وفترة منعيشه؟ بالتأكيد ما حدا بيضمن طالما ما عندك سلام. وهون شو سلام؟ يعني سلام يعني لا يكون عندك سلام دائم، لا سلام مستقر، ويجب أن يكون شامل وعادل. يعني ما أنه نحكي مع جماعة أو طرف من الأطراف، يعني مثل ما عملنا سلام بالسابق مع مصر، عملنا سلام مع الأردن وبنترك الدول الثانية. بدك تعمل سلام، بدك تعمل سلام مع الجميع، شمولية السلام، هيدا السلام العربي. النقطة الثانية هي عدالة السلام، لا يقوم سلام على قاعدة إهدار الحقوق، لا حقوق إنسان ولا حقوق شعوب ولا حقوق أوطان، في تكافؤ بالسلام. بالتأكيد هلأ التكافؤ ما هو الضعيف ينتصر على القوي إذا كان يمتلك الحق. اليوم مين رح ينتصر بهالموضوع؟ ما حدا حينتصر بهذا الموضوع، إنما صاحب الحق هو بالنهاية حينتصر بغض النظر عن القوة العسكرية. القوة العسكرية اللي حازت عليها إسرائيل واللي عم نشوفها اليوم ما رح تأمن لها سلام على الإطلاق، بتأمن لها استقرار مؤقت، إنما ما بتأمن لها سلام. والمشكل منه لا مع حماس ولا مع حزب الله، المشكل مع إسرائيل بذاتها لأنها هي دولة محتلة. وطالما هنالك احتلال هنالك جماعات ستنشأ تحت أسماء متنوعة للمطالبة بالحق. ما بيقدر الإنسان أصلا يعني بمطرح من المطارح بيعتقد حاله أنا زعيم وأنا أمثل شعب وأستطيع أن أتنازل عن حق، هو الذي يسقط ويسقط معه السلام ولا يدوم السلام. وبالتالي هون إحقاق الحقوق، يعني ما بتقدر انت عم تعمل مستوطنات، انت دولة احتلال، كيف بدك تستمر على قيد الحياة وبأمان وسلام؟ هنالك ناس انتزعت حقوقها وبالتالي بدها تناضل لاسترجاع هذا الحق، وهل هي قادرة؟ بالتأكيد حتقدر، لأنه لا يموت حق وراءه مطالب. بس واضح أنه نتنياهو عم يضرب بعرض الحائط بكل المقررات الدولية، ما عم برد حدا. ما بعرف قد في تباين بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي، يعني واضح أنه ما عم برد حدا، واضح أنه مسيطر، يعني لأنه هيدا شيء عم ببين من خلال تصرفاته، يعني القرارات عم تتاخد، الحوارات عم بتصير، لأنه ما عم برد حدا، مكمل بطريقه وعنده تارجت بده يوصل له. يمكن من هلأ لتصير الانتخابات الأمريكية بخمسة تشرين واضح أنه عم بيشتغل على هذا الأساس وعم بيربح وقت، عم بيدمر، عم بيقصف. شوفي باتريسيا، نحن هون يمكن ننظر أن المتشدد هو قوي، نحن بنشوفه بشكل مختلف، المتشدد والمتطرف هو الضعيف، لأنه الحق كافي أن أعمل لاسترداد هذا الحق حتى بالوسائل السلمية وبلغة الحوار. أما التشدد هو مطرح ما عم قول فيه أنا ما قادر أني أمن أمني بغير هذه الوسيلة. طيب نحن إذا عملنا إحقاق للحقوق مش بحاجة أنت لكل هالوسائل ولكل هالتقنيات اللي عم تستخدمها يلي عم ترتكب فيها مجازر بحق المدنيين. يعني نحن آخر معركة صارت عنا، هل هي معركة حاصلة بالتاريخ أنه والله عبر البيجر نجي نفجر هالبيجر للناس؟ هذا أمر مش حاصل بالتاريخ كله، وكانت الإصابات في مدنيين. واضح أنه عم بيشتغل إذا بدك على تفكيك القيادة، عم بيستهدف قيادات الحزب وعم بيستهدف العناصر، وهذا الشيء بيقول لك بالحرب عم بيصيب مدنيين. هذا بياخدني والله
منطق الدولة، أنه كل دول العالم عندها جيوش إلا إسرائيل، في جيش عنده دولة. يعني المنطق العسكري هو اللي حاكم، منطق القتل هو اللي حاكم، وارتكاب مجزرة وراء أخرى هو اللي حاكم. وإذا منشوف هيدا المشهد نحن بهالقضايا اللي كانت غير متوقعة على الإطلاق، إنه نحن إنه من أسبوع لليوم نفجر البيجر، نرجع من بعدها نجي نفجر اللاسلكي. طيب هون بخدمه يرجع مره ثانيه، خلينا نرجع نجي نطلع بتفجير المرفأ، لانه هيدي وسائل غير طبيعيه. يعني مش سابق بالتاريخ انه يحصل مثلها. يعني هون نرجع نقول مره ثانيه، الرئيس الاسرائيلي قال لك نحن ما قلنا علاقه بالبيجر، وهلا قال اي نفس الشيء مثل ما قالوا، ما قلنا علاقه بالمرفأ، ما قلنا علاقه بالبيجر، ما قلنا علاقه باللاسلكي. بس ما هالتقنيات هن بيملكوها. بيرجع بيقول لك نحن ما عم نستهدف، نحن عم نستهدف المدنيين، نحن ما عندنا مشكل مع الشعب اللبناني، نحن مشكلنا مع حزب الله بالوقت اللي عم بيسقط فيه مدنيين. لانه بريد يجزئ القضايا، مشكله مع مين؟ يعني ب 48 كان في حزب الله؟ ما كان في حزب الله ب 48، وبال 67 وبال 73 وبال 75 وبال 77 ما كان موجود غيره، وبيرجع ينوجد غيره. انت عم تعتدي، هنالك دولة احتلال، هنالك مستوطنين. شفتي لك شو مستوطن فلسطيني؟ هنالك لاجئ فلسطيني، هنالك مستوطن اسرائيلي. شو يعني مستوطن؟ مستوطن اني قاعد على ارض بنى له. طب هيدا كيف بدك تحميه؟ يعني انت هون ما عم، يعني وقت انت عم تجي عم تطلق صاروخ على مستوطن، طب شو يعني؟ ما هي ارض محتله. اللي انت هيدا المدني انت عم تحتمي فيه يا اسرائيلي، انت اللي عم تحتمي فيه. بالرغم من هيدا هنالك احترام لقواعد اشتباك يحكي عليها، يعني من وقت قواعد اشتباك فينا نقول ما نحن نرجع للعام 2006 ابدا، فينا نرجع لتفاهم نيسان 95 وقت كان الرئيس الحريري ب 96. طب بهيداك الوقت عملوا تفاهم، هيدا التفاهم شو؟ خلى جماعة مسلحة، خلى مجموعة مقاومة تحترم القانون الدولي الإنساني. نعم. شو القانون الدولي الإنساني؟ اسمه قانون دولي. شو يعني دولي؟ دولي يعني الدول، الدول هي التي تلتزم وهي التي تحترم شو قواعد الحرب. قواعد الحرب هي تجنيب المدنيين القتل. طب هو بيقول لك كمان نحن انا عم بحمي اهل الشمال، وانا بدي عم يعمل، انا فللت اهل الجنوب هلا مثل ما انتم فللتوا اهل الشمال. ما بدي شيء انك تحمي اهل الشمال، انك تعترف بالقرارات الدوليه كلها، قرارات الدوليه لاعطي الدولتين. يعني حتى ضحوا هون الى حد كبير بحقوق للشعب الفلسطيني، لانه هالدوله الثانيه كانت فلسطين قسمت. نعم. صارت دولتين. نعم. شو صرنا بعد؟ صرنا من بعدها انه ما بقى في وجود لشيء اسمه دولة فلسطينية على الاطلاق. جزأوها، صارت الضفة الغربية بمطرح وغزة بمطرح تاني. طالبوا انه يكون في ديمقراطية، ديمقراطية اجت بحماس، مش قضية اجت بحماس، اجت ناس ما بدها حتى تترك حقوقها. بكل بساطة الطريق الى السلام هي احقاق الحقوق، تتفضل اسرائيل تعترف بالحقوق وتنفذ هيدا الموضوع وتعيد الاراضي المحتلة لاصحابها. بدي فوت على موقف حزب الخضر، بس قبل نعم بدي احكي انا وياك شوي عن هيك نظرتكم. وانا عرفت يعني مثل ما انتشر بالاعلام حضرتك اجتمعت مع رئيس حزب الخضر القبرصي كمان، وكان الحديث عن واقع الحزبين والحرب الدائره بغزه، وجبهه الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين رحبت بموقف حزب الخضر البريطاني التاريخي بالاعتراف بالاباده الجماعيه بغزه، وطبعا دعت للمزيد من خطوات المقاطعه وحظر الاسلحه الاحتلال. كمان عشيه القمه العربيه بالبحرين طلبتوا بموقف جامع على الجامعه العربيه أهمية أن يكون هذا الموقف موجود لكمان الضغط على الاحتلال. خبرني شوي عن موقف حزب الخضر بهذا المطرح، وشو هي الخطوات اللي عم تقوموا فيها؟ لأنه نحن مثل ما نعرف حزب الخضر ما له علاقة بس بالبيئة، هو حزب سياسي موجود عنده جناحه السياسي وبيشتغل أيضا سياسي. شوفي باتريسيا، هالأنشطة اللي قام فيها حزب الخضر هي بتعكس قناعاته وبتعكس سياسته يلي هي بتشكل حاجة وطنية بالوقت يلي نحن فيه. الخضر بالعالم اليوم عنده الحضور، عنده الوجود السياسي وجوهري بالحياة السياسية العالمية لبل بما يؤمن فيه وشبكة العلاقات الموجودة عنده. حزب الخضر شو اللي تبناه بلبنان بالسنوات الأخيرة؟ واحد، الحفاظ على الوحدة الوطنية. طب هل الوحدة الوطنية نحن فيها اهتزاز؟ نعم فيها اهتزاز. اليوم الانقسام السياسي انسحب على القواعد كلها، وصار عندنا انقسام عمودي على كل المستويات. جربنا نحن نخرب بهذا الانقسام لصالح
الوحدة والتماسك الاجتماعي، وبعتقد واحدة من نتائجه اليوم التعاطف اللي صاير بين مختلف اللبنانيين، مختلف توجهاتهم وهوياتهم خلينا نقول المحلية الضيقة مقابل المزيد من الوحدة. طيب أما على الصعيد العالمي عندنا اتجاه اشتغلنا عليه وبشكل مركز هو الحد من توريد الأسلحة إلى إسرائيل. صحيح. وهذا الموضوع عملنا شيء أطلعته ما بس ما انقضى على مؤتمر صحفي باثنين أيار بهذا الموضوع، إنما اشتغلنا فيه عبر الجلوبال جرين يعني الخضر العالميين اللي هم 86 دولة موجودين سوا وأحزاب لكثير منها وبأوروبا بجميع دول أوروبية موجودين على مستوى صناعة القرار التشريعي وحتى القرار التنفيذي. حاملين شو؟ حاملين هالقضية نجي نقول نحن هذا السلاح تنتهك فيه، يستخدم فيه انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يجب بموجب معاهدة تجارة الأسلحة تجارة الأسلحة يجب حظر توريد الأسلحة. هذا الشيء متفق عليه بالجلوبال جرين كلكم؟ الدول الأوروبية نعم الدول الأوروبية كلها التزمت بنسب بحظر توريد الأسلحة لإسرائيل. وهون بتقولي لي والله أنتوا شو كان كيف شو يعني بنسب؟ شو الدولة اللي يما كان يما يضب. هنالك لقاءات كانت عم بتصير تقريبا كل 15 يوم على مستوى الجلوبال جرين بالعالم، وأنا كنت عم شارك فيه الحقيقة شخصيا وعم أقول عم فسر هالقضايا وأهميتها كمان في أخلاقيات بالسياسة مش بس مصالح مهما كلف الأمر. ووصل هيدا الصوت بمطارح كتيرة حتى بتاريخ 18 أغسطس يعني آب اللي مرة كان هنالك افتتاح الدورة العاشرة أو المؤتمر العاشر للدول الأطراف لمعاهدة تجارة الأسلحة بجنيف اللي هو كان لمدة أسبوع كل دول العالم كانت موجودة ضمن 132 دولة طرف بالمعاهدة. كلمة الافتتاح كانت بالبداية كانت لألي، وحقيقة أنا كنت عم بحكي عن هالقضايا وعم فسر أهمية هالقضايا. بالنهاية نحن بدنا نعيش شو كيف نحفظ وجودنا كبشر على الأرض، كيف نحفظ حقنا بالسلام. عندك اثنين، عندك الأخلاقيات من ناحية والقوانين من ناحية أخرى. ولا القوانين الدولية شو عم تعمل؟ القوانين الدولية مثل القوانين المحلية شو عم تعمل؟ مش ما عم تعمل شيء، عم تعمل. هي طريق وهي تصنع الجريمة. يعني اليوم حدا قتل حدا من دون قانون، والله أبضاي أنه قتله، بس عندما يكون هنالك قانون بغض النظر عن شو عم طبق أصبح هنالك مجرم. المجرم خالف قانون ما قبل وجود هذا القانون، أي متى الإنسان صار عليه خطية وقت قال له الله لا تقتل لا تسرق. طيب قبل ما قال له هالخبرية لا تقتل ولا تسرق شو كان هيدا الفعل؟ أنا أخطأت لأني انحرفت عن الالتزام بمبدأ معين، بتوصية معينة، بمادة معينة، بقانون معين. وضع القوانين يصنع مجرمين. كيف نحن عم نقول اليوم الأفعال اللي عم بتقوم فيها إسرائيل هي جرائم؟ لأن هنالك قوانين نهيت عن المضي بهكذا أفعال. هذا الفعل أصبح جريمة عندما أصبح هنالك قانون يقول أن هذه الأفعال هي فعل جرمي. يعني في انتهاكات إسرائيلية فاضحة هون بدنا نحكي عن معاهدة تجارة الأسلحة. سوري بس لأنه قطعت بالسؤال باتريسيا. وبهيدا السياق وبهيدا الفعل نحن عم نقوم بعلاقاتنا، علاقاتنا الأوروبية عديدة، وهنالك شفنا تغير بسياسات العديد من الدول الأوروبية، وكان حنا حديث أيضا مع الدولة القريبة منا هي قبرص حول هالقضايا، وبوقت من الأوقات كان في نوع من تشنج بالعلاقة بين لبنان وقبرص نتيجة ظروف الحرب. إنما حاولنا نحن وعندهم 7 نواب حزب القدر القبرصي، ونحن كان نقاشنا نحن وياهم أول موضوع من مواضيع التعاون المشترك هو أنه يكون عندنا لغة مشتركة تجاه الذي يحصل في لبنان وأيضا فلسطين. لا جدا مهم يعني، بس أنا عبالي هيك أعرف على موضوع أنه قديه في دول وافقت اللي هي بالجلوبال جرين على موضوع عدم توريد الأسلحة لإسرائيل. سنة عندنا أكثرية ساحة إذا لم يكن الجميع، إما هنالك دول مؤيدة أو صامتة. الصوت انقلب، كنا نحن قبل يلي حصل بغزة بواقع معين بالخضر العالمي في يقول الشغل يلي عملناه كان له أثر كتير كبير بالقرب من مبادئ الخضر. ما واحدة من مبادئ الخضر العالمية هي لا عنف. طب في أكثر من حروب بتعمل تلويث؟ ما في. وأيضا وقت أنا بدي أحكي عن حفاظ حقوق
وحقوقنا بالبيئة المنيحة، البيئة النظيفة، البيئة الصالحة للعيش فيها. عم بحكي أيضا عن حق الإنسان بحقوقه بكل جميع أنواع الحقوق، حقه بالعيش بكرامة، حقه العيش بحرية، وحقوق الدول بسيادتها واستقلالها. نحن ما عم نطلب إلغاء حدا، نحن عم نطلب جميع الأطراف أن تحترم الحقوق. معاهدة تجارة الأسلحة دخلت حيز التنفيذ بال 2014 إذا ماني غلطانة. بدي أحكي شوي عن الانتهاكات، أنت بتحب دائما ضوي على هذا الموضوع، على الانتهاكات اللي عم تقوم فيها إسرائيل، بالوقت اللي نحن كمان هلا أمريكا في عندها إذا بدك موقفين متناقضين، عم بتنادي بوقف إطلاق النار، الوقت اللي عم تورد لإسرائيل تقريبا 8.7 من أصل 9 من الأسلحة، في سلاح جوي وفي سلاح غير جوي، فهيدا إذا بدك المعيارين كيف عم تتعاملوا معه؟ كيف عم بدنا نشوف نحن هنالك بعض الصفقات اوقفت. احنا يعتقد انه اي والله هنا، بالرغم من انه الولايات المتحده الامريكيه هي دوله موقعه وليست دوله مصدقه، يعني ليست عضو كامل منا بمعاهده تجاره الاسلحه. الدول الاوروبيه، بريطانيا، فرنسا، المانيا، هالدول، ايطاليا، هول كلهم دول اطراف، حتى الصين انضمت مؤخرا للمعاهده. امريكا وقعت عندما وقت اجى ترامب سحب توقيعه، لما رجع مره ثانيه بايدن رجعوا يشاركوا كدوله موقعه، انما ليست دوله طرف. يعني الالتزام بالرغم من هيدا التزمت بحظر توريد بعض انواع الاسلحه. بنشوف يمكن الاسلحه يلي عم ترجع ترسل لهم قد يكون هلا عنده تخزين الاسرائيلي من اي سنوات بهالقضايا، ما هو جديد يعني، والمعاهده حديثه. مثل ما قلت حضرتك انه قد مهم يكون في قوانين، وقد مهم نكون عم نحكي ونعلي الصوت ونكون هون بصير عندنا ضغط احنا لتطبيق القوانين. طيب اذا ما في قوانين احنا شو بنراقب؟ بنقول هيدا قصف على هيدا، ما بنقول هنالك فعل جرمي. وهيدا الشيء اللي عملته حضرتك وقت عملت اللقاء بمركز حزب الخضر بموضوع التعويضات النفطيه المتوجبه على اسرائيل جراء اعتداءاتها بال 2006 عواقب الحروب. طيب هيدا لهلا نحن بعد ما خلصنا منه، بالعام 2006 قصفت اسرائيل خزانات النفط بجيب. وهون بدي فوت على موضوع حزب الخضر والبيئه وتاثير الحرب على البيئه. تمام، هيدا وحده من الاشياء. وهلا طيب هون شو اللي صار؟ تلوث البحر كله حتى وصل لقبرص. هيدا التلويث هون في انتهاكات للقانون الدولي بغض النظر عنا نحن. طب نحن هون اي عديد من الاتفاقيات الدوليه خاصه بالبحار وخاصه بالتلوث تم انتهاكها وقت اللي صار هذا القصف. وهنالك مبدا بالريو دي جانيرو قال انه الملوث يدفع. من هو الملوث؟ اكيد مش لبنان الملوث. هنالك عمل عسكري تم قصف الخزانات النفط من قبل اسرائيل تحديدا ولوثت، معروف مين هو. طيب شو عمل هون القانون الدولي؟ اخذتها الجمعيه العامه على هالموضوع لعندها، وهي بديت تتعامل مع هالمساله دون توقف. بالعام 2014 يعني هون عم بحكي 2006 لا 2014 حوالي 8 سنوات تشكل لجنه بالامم المتحده تحدد المبلغ الملوث يدفع قديش بدنا ندفع. قالوا على إسرائيل أن تدفع 856.4 مليون إلى لبنان تحديدا، إلى لبنان. طيب وبدأ هون سنويا يصدر قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخر قرار صدر ب 21 كانون الأول 2023، يعني من أقل من سنة من بعد طوفان الأقصى. وهلأ جايين بعد شهرين من هلأ رح يصدر قرار جديد، صاروا 18 قرار تأكيد على وما حتوقف هيدي القرارات غير ما إسرائيل تدفع هذا الكم للبنان. لبل نحن بدينا نطالب فقد فقد قيمته 2014 الفكرة مش مادية، فقد قيمته المادية يمكن، بس الموضوع ما أكثر ما هو مادي. لا لا أكيد، ما هون نحن بدينا نطالب جديد أنه أنتم أخذتوا هالقرار ب 2014. طيب من 2014 لليوم في 10 سنين، طيب لو دفعتوا لنا بهيداك الوقت هيدا المبلغ كان وفر علينا كثير. نحن اليوم بدنا مبلغ مضاعف، لانه نحن هالمصاري اللي كانت ممكن انها تجي على لبنان بده يصير فيها ترميم واعاده العمل على اعاده التوازن الايكولوجي الموجود بالبحر والتنوع البيولوجي يلي انضرب كله، عدا الاثار يلي انتركت على الاقتصاد المحلي، كل المؤسسات السياحيه على البحر وغيره كلها تضررت. وحتى هنالك بعض الاشياء اللي كانت تطلع بالبحر مثل التوتيا وغيره بطلت تطلع. طيب في اثر كثير كبير، نحن لو ظبطناها بهيديك الوقت توفر علينا كثير، نحن بحاجه لتعويض على عدم الدفع. اول مره عم طالب بالتعويض من الضرر
تاني مرة بدنا تعويض لأنه ما اندفع بوقتها، ويمكن هيدا المبلغ أكثر من يلي عم نطالب فيه من صندوق النقد الدولي للتعافي الاقتصادي بلبنان. طب نحن عم نضغط بهيدا الاتجاه ومفترض نبقى نضغط. اليوم خليني أروح لموضوع أثر الحرب على في عندك جنوب، في عندك فوسفور، في عندك الزيتون اللي احترق، في عندك شوف الحروب دايما من هون بمنطقة الخضر اللي هن بيروحوا على اللعنت لأنه بيعتبروا إنه ما في شيء ملوث قد الحرب. طبعا. أكثر شيء ممكن تتخيله مصدر للتلوث هو الحروب بذاتها. لوثك الهواء، الهواء أكيد مع الدخان اللي عم يطلع وهل عندنا الفوسفوري هون وكل شيء بيتعلق بالهواء تلوث. طيب عندنا تلوث الماء، تلوث الماء مع الماء هيدي يعني هي من البحر بتلوث كله بعد لهلا عم نعاني وبتروح على المياه الجوفية وبتروح على المياه لأنه بتحمل المواد الكيميائية اللي ممكن تنزل على المياه الجوفية وما بقى تخلص تلوث منها، بنزيد عليها تلوث التربة. تلوث التربة اليوم تلوث التربة في له كتير اشياء، يعني واحد منه المعادن الثقيلة، انما ايضا مخلفات الازايف. لبنان كله انتلى، والله نحن بهيدا البلد بالمؤسسات يلي بتشتغل على نزع الألغام وعلى القذائف غير المنفجرة يعني مثل الماج بلبنان، يعطيهم ألف عافية على الشغل يلي عم يعملوه. بعد عنا لهلا قذائف غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية، بعد ما خلصنا حرب ورا حرب كنا قطعنا وقت قنابل عنقودية بين وقت ووقت تنفجر بناس بريئين. طيب اليوم انتلى لبنان، كل المطار عم بيصير فيها أعمال عسكرية، هنالك قذائف غير منفجرة وهنالك أيضا شظايا ملوثة، هيدي كلها لوثت شو؟ لوثت التربة. طيب بتزيدي عليها الهدم يلي عم بصير، كم الهدم يلي عم بصير، بتزيدي عليها اليوم ما بس عنا النفايات الطبية يعني من مستشفيات ومستوصفات ومراكز خدمات هيدا. طب ما هولي بأحوال الحرب ما بقى يتعاملوا مع نفاياتهم بالشكل السليم، كثير منها عم بيكون بشكل عشوائي. صح. وعم تكتر وعم تزيد. نعم. طيب هيدا كله هيدا الجو، حتى هون القذائف الفوسفورية اللي عم تنقصف بجنوب، هيدي القذائف طيب عم تعمل أضرار بالتربة وبالمزروعات لاحقا وبالمياه، صعب إنها تخلص بعشرات من السنين القادمة. طب هيدا أجواء كلها، هيدي أجواء الحرب، هيدا التلوث اللي عم يجي، بعد بتزيدي عليه شغلة هو التوازن البيئي، توازن إيكولوجي. في غابات احترقت، أشجار زيتون عمرها آلاف السنين راحت. طيب هول الغابات اللي احترقت شو في بالغابات؟ في أنواع كثيرة من الحياة البرية. صحيح. من الحيوانات ومن الطيور إلى آخره، بطل إلى الموئل الطبيعي، عملتي خلل بالتوازن الإيكولوجي بالبلد. هيدا قديش بده يرجع يتعافى؟ هيدا بده سنين، ليس سنوات إنما عقود. طيب نحن قدام هيدا الجو، وأكيد هون لشو أدت الحرب؟ ما عم نحكي عن القتلى والجرحى والمعوقين واللي شفنا لعيونهم راحت والأثار النفسية والخراب حتى من ناحية التعليم. طيب اليوم عنا مدارس، مئات المدارس اليوم إذا بدك ترجع تفتح مدرسة كيف بدك ترجع تفتح؟ طيب هول الناس والأسر اللي تركت الوجع والألم النفسي اللي عنده. خليني روح معك على انتو دوركم هلأ، لأنه أنا عرفت أنه حركة السلام الدائم وحزب الخضر اللبناني عم بيقوموا بمساعدات وبإغاثة وعم بيتواجدوا حد النازحين من الجنوب والوافدين من الجنوب والبقاع ومن كل المناطق. شوف نحن مركز شغلنا هلأ بيمكن ثلاث عناوين رح نضلنا متابعين فيه دون توقف. واحد الضغط ثم الضغط ثم الضغط على موضوع العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى غزة لوقف هذا العدوان على كل المستويات ولا سيما الدولية، يلي غيرنا يمكن لحد كبير ما قادر يتعامل مع هذا الموضوع، ما عنده الفرصة يلي هي موجودة عند الخضر، عند حزب الخضر بالجلوبال جرين بالأخضر العالمي أو التحالف الأخضر العالمي. هيدا واحد. النقطة الثانية المتابعة أكثر وأكثر لا الحفاظ على وحدتنا الوطنية اللي هي أساس الهوية الوطنية طبعا. بلبنان. البعد الثالث يلي بدينا يمكن مؤخرا نشتغل عليه بالرغم من التحضيرات، إنما ما كان عندنا نحن تجربة بهالموضوع كبير خليني أقول، وبحجم الضرر اللاحق يلي بده كتير شغل، هو موضوع الإغاثة. نحن عم نشتغل كحزب خضر لبناني عبر
الخضر العالمي لتلقي الدعم ولمساعدة إخواننا الوافدين من القرى المعرضة. وهيدا نفس الشيء عم نشتغله بحركة السلام حاليا، بتحول إلى حد كبير من خيارات التنمية إلى حد الاستقرار والتركيز على البعد الإنساني. نتأمل أنه ننجح بهالمهمة وتوقف الحرب اليوم قبل بكرة. كل مرحلة أستاذ فادي بتفرض حالة، وأنا بعرف أنكم موجودين بكل المراحل. طبعا الموضوع موضوع الوافدين هو هلأ الأكثر إذا بدك عنار. نحافظ على كرامة أهلنا ونكون واقفين حدهم ونكون ما عم نحسسهم أنه هن عن جد تركين بيوتهم بالرغم من كل هيدي الضغوطات اللي عم بيعيشوها، ويلاقوا أنه خيهم بالوطنية عن جد عم بيدعم. وهذا الشيء ما أنه بعيد عنكم، لا بحلقة السلام الدائم ولا بحزب الخضر اللبناني. بدي أقول لك يعطيكم ألف عافية. رح يكون لنا لقاءات مع حضرتك دورية لنعرف أكثر شو عم تعملوا، نفصل أكثر هيك القصص اللي عم تعملوها، ونكون كإعلام عم نقوم كمان بدورنا إلى جانبكم لنكون عم نساعد هؤلاء الأشخاص. شكرا لكم باستضافتكم الكريمة. أهلا وسهلا فيك فادي أبي علام، رئيس حزب الخضر اللبناني ومؤسس حركة السلام الدائم. طبعا مشاهدينا لقاءاتنا مكملة ولكن بعد فاصل قصير. كيف قطع الوقت؟